خليك وورد وعندك أليسيدور. ويلكم باك. اليوم سوف فيديو اليوم سوف نتمرن على عضلات الصدر والكتف. لكي لا نطول عليكم خليكم معنا يلا. سوف نبدأ بالتمرين على عضلات الصدر وبعدها سوف نتمرن على عضلات الكتف. لكي لا نطول عليكم قبل التمرين سوف نبدأ بالوورم أبس أي تسخينات. تابعونا. سوف نبدأ بالتمرين يستهدف عضلة وسط الصدر وسوف يستهدف كعضلة ثانوية عضلة الترايسبس لتتابعونا يلا بنا. سوف ندخل في التمرين الثاني الذي سوف يركز على عضلات الصدر السفلي والوسطي القليل من الصدر العلوي وسوف يؤثر قليلا على عضلات الكتف الخلفي والذي سوف يكون التمرين الموالي. تابعونا. سوف نشرع في التمرين الثالث الذي هو عبارة أنا الذي أشرح هاته لا كواليس سوف تبقى الذي عبارة عن تمرين يركز على عضلات الصدر السفلي ويقسم لكم الصدر هذه القسمة التي تكون هنا يبينها لكم وهذا التمرين سوف يكون عبارة عن تدمير للصدر حرفيا بحيث أننا سوف نجمع هذه الدمبلز كل الأوزان في دمبل واحدة. تابعونا. انتهينا من التمرين الثالث الآن والآن سوف ندخل إلى التمرين الرابع والذي سوف يكون تمرين خاص بعضلات الصدر العلوي التي سوف نعطيها حقها بامتياز بهذا التمرين الذي سوف يكون كالشكل التالي. بما أننا ليست لدينا بنش بريس خاصة بالصدر العلوي سوف نتكئ على الحائط بهذه الوضعية سوف يكون ليست مستقيمة يعني لا نضع فقط الكتف هنا هكذا هذه تعمل على الصدر العلوي وتعمل على الكتف الأمامي والذي يعتبر تسخينات للتمارين القادمة لذا تابعونا.
دابا من سالينا تمرين الصدر دابا غادي نجوزو لتمارين الكتف والتي سوف تكون عبارة عن تمارين أربع تمارين كل تمرين خاص بعضلة سوف نبدأ بالتمرين الأول الذي سوف يرتكز على عضلات الكتف الأمامية وبعدها سوف يكون هناك تمرين آخر يرتكز على عضلات الكتف الجانبية وبعدها تمرين خاص بعضلات الترابس وبعدها سوف نتمرن على عضلات الخلفية للكتف لتتمرن لتحصل على كتف 3D ساعات من التمارين جهد خارق منا أنا وكاليسيدون في التصوير والمنتج بالطبع لذا لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وخناته في الوصف جميع الفيديوهات السابقة لذا ادعمونا وسبحانك الله وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك استودعكم الله أي قرآن يحسن لي ولكم في آخر الفيديو peace out أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق الله العظيم.